اتفقنا في البداية على أن أهم حاجة هي تنظيم الوقت، وأن رقم اثنين شغل وقت ابننا بحاجة، لازم يكون عنده نشاط، لازم يكون عنده أنشطة متعددة بيقضيها في اليوم، لازم كمان الجانب الروحي والجانب العاطفي عند الإنسان. فكرة ربط الإنسان بربنا سبحانه وتعالى، زي ما لسه كنا بنتكلم في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، فهو بيقوله بعد القصة دي وبعد ما بيقوله علاقته بالإنسان وعلاقته بي الشيطان، بيقول له خلي بالك بقى علاقتك بربنا دي العلاقة الأهم، فبيقول له إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. مين فينا بيشغل ابنه دلوقتي بأنه هو يعمل حاجة نافعة، سواء أنه يحفظ أحاديث قرآنية أو يحفظ قرآن كريم أو يتعلم أحكام الصيام أحكام الصلاة؟ مين فينا بيشارك ابنه الأنشطة؟ يعني مين فينا بيقول لابنه طيب كويس انا ما بعرفش في الانترنت كويس، ممكن تعلمني ازاي اخش عليه، ممكن توريني ازاي نعمل مع بعض مش عارف صحيح. ايه ازاي ناخد مع بعض الدوره ديت ونقدر في النهايه، في الذكاء الاصطناعي دلوقتي بينزل له دورات تدريبيه زي الولد يعمل هو برنامج لعبه لنفسه. ليه ما اقولش لابني طب تعالى نعمل مع بعض لعبه كده ونشوف هنقدر نعمل اللعبه دي ازاي؟ ده هيقدر يخلي الولد يبتعد كثيرا عن الدخول الى مواقع التواصل الاجتماعي